واحنا رحنا بنفسنا وشفنا القرية الفقيرة وشفنا هم ازاي محتاجين، والاضاحي ان شاء الله هتتذبح هناك، وكمان هيشتروا من اهل الفقراء اهل القرية اللي هم اصلا بيربوا الاضاحي. مؤسسة فذكر قالت لا ده احنا كمان بفضل الله قالوا، يعني في ناس كانوا متعشمين خير ان هم يذبحوا لهم كمان، فقالوا خلاص احنا هنذبح في 3 محافظات. قالوا هيذبحوا في الفيوم وهيذبحوا في المنوفية وهيذبحوا في بني سويف، ويبدأوا يوزعوا ذلك على الفقراء والمساكين. اليوم يوم فرحة، يوم إسعاد الآخرين، يوم احنا الحمد لله رب العالمين، يوم الذكر. وشوفي سبحان الله ليه احنا بنقول يا جماعة الأضحية دي مهمة جدا للفقراء والمساكين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أيام التشريق فيقول إنها أيام أكل وشرب وذكر، أكل وشرب. طب الفقير اللي مش معاه يعمل إيه؟ عشان كده انا بقول في الاضحيه يا جماعه بدل ما تدي للفقير نص كيلو لحمه نص النص في دهن، اقول لك لا اديله 2 كيلو وسع عليه، يعمل كل يوم نص على الاقل مع اولاده يفرح انها ايام اكل ايه؟ اكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى. فانا لكل واحد، طب انا يا مولانا دخلت العش وانا ما نويتش، ينفع انوي دلوقتي؟ ينفع تنوي دلوقتي، ينفع اتصل بيه تقول لهم انا محتاج الصك ده يروح للفقراء وايه؟ والمساكين. وجزى الله خيرا من ساهم وساعد.